السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو غادي نهضروا كيف تجعل الشخص يشتاق اليك، يريد العودة للتحدث معك، يندم على هجرانه لك. غادي نوريكم ستة ديال اللعيبات شوية قاصحين واني لحسابي. إذا كنت كتشاهد هذا الفيديو أول مرة، ما تنساش دير اشتراك على القناة ليوصلك جديد الفيديوهات ديالنا على مدار اليوم. أول نصيحة، توقف عن الاتصال به بأي شكل من الأشكال لمدة 30 يوم. تقدر تبان لكم صعيبة وإني راها خدامة. ملي كنقول بأي شكل من الأشكال، ما كنقولش غادي توقف اتصال عبر الهاتف أو لا، توقف اتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ميساجات في الانستغرام، سناب شات، فيسبوك، ماسنجر. غادي توقف جميع الاتصالات به مدة ديال 30 يوم. حسن كذلك صورتك وارفع صورا جديدة لك تستمتع فيها مع الأصدقاء. هذه حتى هي خدامة، يعني حاول تبدل شوية من المظهر ديالك وحط واحد الصورة جديدة لك وأنت تستمتع مع أصدقائك. أظهر بأنك مهتم بشخص آخر، سواء البنات سواء الدراري. حاول تظهر بان انت مهتم بواحد الانسان، او انت مهتم بواحد الانسان شخص اخر غير ذاك الانسان. رابع حاجه، لا تجيب على رسائله بسرعه. كاين اللي كي ان فوا كيوصلوا ميساج من عندك سيد ولا من عندك سيده بالزربه كيجاوب بحال اللي تاك تيناعس كتسناش صيفط ليك. لا ما خداماش، انا نصيفطك انت بالزربه تجاوبني، يعني راك بحال كتسناني، ما عمركم ديروا هذه القضيه. حاول لا تجيب على رسائله بسرعه. خامس حاجه، كن سعيدا بدونه. ديما هذه حاول تكونوا تحسوا بالسعاده. راه الحياه ما كتوقفش على واحد، الحياه راه ديالك انت، راه ماشي ديالو هو ولا ديالها هي. الحياه ديالكم نتوما، راه السعاده لا عشوات عشوه نتوما، لا بكيتو غادي تبكيو نتوما، راه تجرحتي غادي تقصح غير نتا، ما كاينش اللي غادي يحس بيك. يعني حاول دير هاد القضيه، حاول تكون سعيد بدون ذلك الشخص. اخر حاجه، البس مزيان، البس جيدا، اعتني بنفسك، وضع عطرا اذا كنت ذاهبا لمكان يوجد فيه هو او هي. يعني اهم حاجه غادي تهلا في راسك، غادي تبدل من راسك، غادي تحاول انك انت تغير، وديما ابتسامه. كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساش دير جامع الفيديو لعجبكم، توضعوا التعليقات ديالكم، اقتراحات ديالكم، بارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، دير اشتراك على القناه باش تشوف جديد الفيديوهات ديالنا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.